أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. عاد وباء الكوليرا ليدق أبواب اليمنيين من جديد وحياتهم المهددة بالفعل نتيجة الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 4 أعوام. هذه المرة هي في الموجة الثالثة، لا تقل حدة انتشار المرض عن الموجات الأولى التي حصدت أرواح مئات الضحايا. ارتفاع حاد في عدد الحالات تجاوز 200,000 حالة منذ مطلع العام الجاري حسب الأمم المتحدة. مئات الحالات المشتبهة والمؤكدة تتوافد يوميا المراكز الصحية التي خصصت لاستقبال حالات الإصابة بالكوليرا، لكن القطاع الصحي لا يزال يعاني عجز كبير أمام هذا الرقم الذي يكبر يوما بعد آخر في ظل ردة فعل ضعيفة من قبل الجهات الرسمية الممثلة في وزارة الصحة وتحرك بطيء من قبل المنظمات المعنية. ما تقدمها المنظمات الدولية يقال أنه لا يرتقي لحجم الكارثة التي يعيشها اليمنيون اليوم والمحتمل تفاقمها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصا مع قدوم موسم الأمطار وفقا لتوقعات المتخصصين. لم يكن هناك تحالف وتكاتف دولي يعمل على وقف انتشار الوباء والحد من توسعه. عن الارتفاع الحاد في عدد حالات وباء الكوليرا ودور الجهات المعنية للحد من انتشاره سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم نذهب لمتابعة التقرير التالي الذي عده الزميل عمر النهمي حول الموضوع. مع تزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا تتزايد التحذيرات من قبل المنظمات الدولية أيضا، وفي المقابل يغيب الاهتمام من الجانب الرسمي. ارتفاع حاد في قائمة الحالات المصابة بالوباء في الموجة الرابعة لها، والتي ضربت عددا من المحافظات اليمنية وعلى رأسها صنعاء وتعز وريم والمحويت وعدن. صنعاء وبحسب مصادر طبية تستقبل ما يعادل 100 حالة إصابة يوميا في ظل عجز كبير تعانيه مستشفياتها من أجل استقبال حالات جديدة. ومنذ بداية العام الجاري تجاوز عدد الإصابات في صنعاء 3,000 حالة، منها ما يزيد عن 1,000 حالة مؤكدة الإصابة وعشرات الوفيات. تعز أيضا كان لها نصيب كبير من هذا الوباء، حيث تسبب جفاف آبار المياه وانتشار النفايات وسط المدينة إلى جانب الحصار المفروض من قبل الميليشيا على مصادر المياه المتواجدة تحت سيطرتها بانتشار الكوليرا. منظمة أطباء بلا حدود حذرت مؤخرا من هذا التزايد الكبير في عدد المصابين، مشددة على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية خصوصا فيما يتعلق بأنشطة المياه والصرف الصحي. الأمم المتحدة أيضا كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه تم رصد 190 حالة وفاة وقرابة 100,000 حالة إصابة بالوباء منذ مطلع هذا العام. الوضع كارثي، ولكنه قد يصبح أكثر سوءا مع اقتراب موسم هطول الأمطار التي تختلط مع النفايات المنتشرة في شوارع المدن، الأمر الذي يجعلها حاضنا للوباء، وهو ما يستدعي جهدا كبيرا لمواجهة الكوليرا والقضاء عليه قبل حصد المزيد من الأرواح. إذا تابعنا التقرير حول الموضوع، وبداية لدينا اتصال من صنعاء مع الدكتور جمال عبد المغني. أهلا بك دكتور جمال. أهلا وسهلا. بداية لو نتحدث عن حجم المأساة في صنعاء وتفاصيلها كمتابع ومهتم ومتابع للموضوع. بخصوص وضع الكوليرا هذا السنة، هو الوضع كارثي بكل المقاييس، سواء من حيث عدد الإصابات اليومية المؤكدة والمشتبه بها. إذا تم مقارنتها ببداية انتشار الكوليرا في العام السابق أو الذي قبله، سنلاحظ أن كمية الإصابات هائلة، خصوصا الإصابات التي من صنعاء. غالبا السنة الأولى أكثر الإصابات كانت من خارج صنعاء أو من المحافظات المحيطة بها مثل عمران، المحوي، دمات. هذه السنة أكثر الإصابات متركزة في صنعاء نفسها. هناك عجز في الإمكانيات، حتى المراكز الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال هذه الحالات فيها عجز كثير، سواء من حيث الفحوصات أو من حيث الكادر الطبي المؤهل أو من حيث عدد الأسرة التي يتيح لها استقبال أكبر عدد ممكن من الحالات. طيب بالنسبة لتقييمك لدور الجهات المعنية في وزارة الصحة واهتمامها ومتابعتها لانتشار الوباء؟ بخصوص وزارة الصحة، هي تعاني من عجز ما يخص محاليل الغسيل الكلوي، لأن أغلب حالات الوفاة حق مرض الكوليرا تكون نتيجة الفشل الكلوي أو ما يسمى مرحلة الجفاف. في 2 مستشفيات فقط في صنعاء الذي نقدر نعتبرها مؤهلة لاستقبال هذه الحالات مثل الجمهوري والثورة،
ولا يوجد فيها يعني يقول لك ولا تستطيع استقبال هذا العدد الهائل من المصابين بمرض الكوليرا الذي يحتاجون الى غسيل طائره هذه اللحظه. لذلك غالبيه الوفيات تكون نتيجه هذا السبب، عدم وجود مستشفيات مؤهله لاستقبال مرضى الكوليرا المصابون بفشل كلوي. وهنا يتضح العجز حق وزاره الصحه، لا يوجد محاليل كافيه، لا يوجد عدد اجهزه الغسيل الكلوي كافيه، لا يوجد محاليل، يعني وضع كارثي بكل المقاييس. طيب دكتور جمال، خلال الفترة السابقة كانت هناك حملات تطعيم وتلقيح ضد الكوليرا، أهمية تلك الحملات، هل من أخذ هذه اللقاحات ربما جنب نفسه أو حمى نفسه من موضوع الإصابة بالوباء؟ هو غالبا ما يخص اللقاح، يعني حسب خبرتي العلمية في هذا الموضوع، هو يمكن تجنبه في حالة قبل انتشار الوباء، أما وقد الوباء منتشر أعتقد لا يوجد له فائدة. لكن حسب اللقاح في صنعاء اعتقد ما فيش اي معلومه تؤكد هذا الشيء، يعني اذا تم توزيع اللقاح في صنعاء ما عندي فكره يعني. اشكرك جزيلا دكتور جمال عبد المغني من صنعاء، شكرا لك. من تعز لدينا اتصال مع الاخ معاذ المقطري ناشط وفي منطقه التربه، اهلا بك استاذ معاذ. الله سامي، اهلا وسهلا بك. بدايه لو تحدثنا عن الوضع فيما يخص انتشار الكوليرا في المنطقه التي انت متواجد فيها. تسمعني يا اخ معاذ؟ معاذ تسمعني؟ السلام عليكم. تسمعني؟ حياك الله. طيب نذهب لمشاهدة بعض المشاركات حول الموضوع من خلال واتساب. المستشفى الآن يفتقر لبعض الأدوية الأساسية، وكما يفتقر أيضا إلى مواد النظافة والتعقيم والمياه. المياه هي أهم الآن لأنها تخص الجانب الوقائي، فهي تعتبر بالنسبة لنا من الأولويات، فهي تعتبر أساسية، وهذه المياه يعني نحصل عليها بشق الأنفس، فلم نجد داعمين للمياه الآن في معنا، بس منظمة اليونيسف يعطونا حوالي 5000 لتر، وبيت هايل سعيد يعطونا تقريبا بالأسبوع 40000 لتر، كما حصلنا على 20000 لتر لمرة واحدة من جمعية بناء. لكن نحن في المستشفى أو في نستهلك المياه بشكل كبير جدا، خاصة في ظل الوباء نحن نستهلك من 30 إلى 35 ألف لتر يوميا، وهذا يعني كم كبير ولا نستطيع توفيره في يوم واحد ومن جهة واحدة. ولكن أبيت وأم بساعتين طرش سهال، والحالة تعبان ما نقدر، ما معناش حاجة، وصلفنا بيسمنونا منونا 20 ثلاثة أمس بوادي قاضي 80000 قرحني، دحين جينا هنا ساعة إبر ساعة علاج ساعة، دحين بحالة ذنك بنت أم بحالة، وإحنا ما نتحمل صدق معانا من الجيرة الحقيقية، مثل بنت أخي وهذا ابن أخي ابن سلطان ناجي ناجيد، معي بيت علي ناجي فرح بس الغرفة الثانية بالنساء، معي أقربائي هذا من الأقرباء فهم مثله محمد سلطان من مثله. المهم نستغيث بمين؟ نستغيث أول حاجة بالله سبحانه وتعالى، وبعدين نستغيث بالمنظمات الدولية والعالم، ولا مع السلطة المحلية حقنا، ولا ما قد يستغل لنا شيء لو الفتح طالق محاصر كذا، لأن اشتعدينا في المحافظة، لأن أكثر من 150 أو 200 إصابة قد يوصل المنطقة، وهل يقول لك المدارس شغالة اللي موقفوا دين وقفوا المدارس؟ إننا لا، اشتعدين المنطقة كلها، مثلا نشتا من اللي لو مثلا سلطة أو لو عمر أو لا مثلا بعين النظر يشوف المنطقة دي. كانت هذه تصريحات لبعض الحالات وبعض المواطنين حول الكوليرا. لدينا اتصال من ابن الأخ نصر العفيف، أهلا بك نصر. أهلا أخي سامي. نصر لو تحدثنا عن الوضع في المنطقة التي تتواجد فيها من خلال عدد الحالات المصابة وكيفية انتشار الكوليرا، وما هو طبيعة الوضع وكيف دور الجهات المعنية في المنطقة التي أنت متواجد فيها لمواجهة الوباء؟ أولا نشكر قناة الاستطلاع على وفاقها على حسن الوضع،
حالات الإصابة بالكوليرا في أوساط المواطنين في محافظة إيس وغيرها من المحافظات المنزلية، وعمل دعائي ترويجي للشخص أكثر منه وباء حريري منتشر بتلك الأرقام المخيفة والمقلقة، وذلك لاستمرار استغلاق المنظمات الدولية باسم المفاتيح تحت شعارات تمثالية موجعة يتم التجاوب ودفع المليارات والدولارات لهذه المنظمات من حملة التبرعات التي تقودها عدة هيئات ومؤسسات وشركات دولية، وذلك وغياب المعلومات المسؤولية التي يفترض أن تصدر من مكتب الصحة إدارة الرصد الوبائي، لم يصدر أي بيان حتى اللحظة أو بلاغ صحفي عن حقيقة انتشار الكوليرا، وهل بالفعل تصنيفت الحالات المرضية بأنها كأنها مصابة بالكوليرا أم أنها إصابات في حالات إسهال مائية واشتباه باحتمال أن يكون كوليرا. وفي غالب الأمر فإن الإصابة بحالات الإسهالات التي انتشرت في هذه الفترة يكون سبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة التي تساعد في خروج البكتيريا وانتشارها، بالإضافة إلى هطول الأمطار والذي يساعد في انتقال انتشار الأوبئة والتي تتجمع في أماكن كثيرة ومياه الشرب عن طريق الوايتات والتي تكون غير صالحة للشرب وغير معالجة، وسقي المزارع بمياه المجاري ليصلح المواطن أرضى للإصابة بالإسهالات وحالات الانتباه بالكوليرا. يعني أنت في المنطقة اللي أنت متواجد فيها لا توجد أي حالة إصابة بالكوليرا؟ لا شك أن هناك حالات إصابة بالكوليرا، ولكن ليس بالشكل المهول الإعلامي، ليس بالشكل الذي يتم تصوره. وكما قلت هناك انعدام المعلومات للجهات المختصة لحول دون الجذب بوجود المرض في تلك الصورة التي يتم تناولها إعلاميا. طيب بالنسبة للمراكز الصحية في المنطقة اللي أنت متواجد فيها، كيف يتم التعاطي والتعامل مع الحالات المصابة، وهل يتم تجاوز الخطر يعني وعلاج هذه الحالات بشكل مبكر؟ في حقيقة الأمر المراكز الصحية الموجودة وخاصة في الأميرات تستقر لكافة الخدمات الصحية وأيضا أقسام الطوارئ لمواجهة هذا الوباء، وأيضا يوجد مركز معالجة الكوليرا وحيد في محافظة إف الذي هو في داخل حرم الجامعة، وهذا لا يكفي لمواجهة كافة الإصابات. شكرا لك أخ نصر. من تعز لدينا اتصال مع الدكتور أحمد حاشد مدير مستوصف محمد الدرة في جبل حبشي. أهلا بك دكتور أحمد. حياك الله أخي الإعلامي أسامي السامي. أهلا وسهلا. أهلا دكتور أحمد. يعني بداية أنت مهتم ومتابع بالتأكيد للموضوع، لو تصف لنا حجم انتشار الكوليرا بداية في جبل حبشي. في البداية أنا كطبيب في المركز سيد درة يعني تلقيت حوالي 6 حالات في تاريخ 14/3 مارس، يعني في إسهال حاد شديد جدا مع اتفاق عملنا فحوصات أولية يعني سريعة طلعت بوزيتيف، الجفاف واضح، أحلته 2 إلى المستشفى الجمهوري، حدث وفاة لحالتين، وبعد ذلك حدث توافد اليوم الثاني والثالث حتى تاريخ 31 إلى يومنا هذا، يعني في حالة إسهال حادة شديدة جدا، لا نعرف مصدر الانتقال من فين جاء الوباء هذا، لكن ربما أنه نتيجة يعني مفاهيم خاطئة في النظافة الشخصية أو استخدام المياه أو المأكولات التي تكون قد انتقلت من شخص مصاب ربما في مديرية أخرى إلى المنطقة أو وصلت منها إلى هنا ثم حدث انتقال الإسهالات، وهذه الحالات يعني مؤكدة عندنا وقد أبلغنا بها المختصة في حينه، ونحن في تواصل مستمر في البلاغ عن هذه الحالات. طيب الكشف المبكر والوصول المبكر للمرضى إلى أي حد هو مفيد لتلافي أي مخاطر على حياة المصابين؟ هو الأساس يبدأ من الوعي لدى الناس أنفسهم
فإذا كانوا عندهم معرفة في مخاطر البكتيريا هذه يقوم يعني إذا كان الإسعاف الإسعافات المبكرة للحالة أو المرضى المصابين يعني يتسرع وصولهم إلى المركز مثلا اللي يأخذوا علاجهم ويتم الكشف عليها في المركز من خلال المشخص ودي هي إشهال لأنه الإشهال في المعرض يعني إلى صفورة ثم ماء شبيه الرذ وهذا يعني من بديهيات الفتان ما قبل ما تعمل أي فحوصات أخرى للتأكيد الفحوصات السريعة أو هذا لكن من خلال الجفاف والإسهال المائي الذي يمشي يعني بدون جراية في المريض أيضا هذه تؤكد الحالة الإصابات في الكوليرا. أشكرك جزيلا دكتور أحمد حاشد من تعز شكرا لك. ومن تعز أيضا ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمد مخارش نائب مدير المستشفى الجمهوري. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك أخي سامي والمشاهدين الكرام. أهلا دكتور محمد. بداية تقييمك لحالة الكوليرا في تعز. والله بالنسبة لتقييم حالة الكوليرا في محافظة تعز أنا أعتبرها كارثة وتعز تعتبر من المناطق الموبوءة في وباء الكوليرا فهو وباء وبشكل يشكل خطر كبير على باقي سكان محافظة تعز من حيث انتشاره بالشكل السريع وأيضا ظهوره في موسم يعني استبق الموسم لظهور وباء الكوليرا عادة ما تظهر الكوليرا أو الإسهالة المائية الشديدة أثناء الأمطار لكن في هذه السنة ظهرت قبل موسم الأمطار وكانت جائحة كبيرة جدا فنحن مثلا الآن في المستشفى الجمهوري استقبلنا اليوم أكثر من 180 حالات في مركز معالجة الإسهالة المائية في المستشفى وهذا يعتبر عدد كبير جدا من ضمن هذه الحالات أكثر من 50 إلى 60 حالة اللي طلعت بوزيتيف من خلال الفحص السريع ورسلت منها إلى المزرعة المختبر المركزي فتأتينا النتائج بمؤكدة للنتائج الفحوصات الأولية. طيب دكتور محمد ماذا عن الإمكانيات لديكم للتعاطي مع هذه الكارثة الآن للحد من حالة الوفاة والحفاظ على حياة الناس إذا يعني الأعمار بيد الله لكن هل التجهيزات والإمكانيات والدعم المقدم لكم إلى أي حد هو قادر على إنقاذ الناس؟ والله بالنسبة للدعم الموجود لدينا الآن لا يكفي لاستقبال الحالات الكثيفة التي تردناها يوميا فنحن نعمل بالمتاح وما نستطيع أن نقدمه لهؤلاء المرضى المصابين بوباء الكوليرا ولكن هناك مشكلة نحن نعتبر في مركز معالجة الإسهالة المائية كما أن نعالج العرض ولكن هناك أسباب لانتشار هذه الأعراض لانتشار هذه الإسهالات وهي لابد من الجانب الوقائي نحن الآن نهتم بالجانب العلاجي ولا نهتم بالجانب الوقائي الجانب الوقائي هو يعتبر الأهم والذي يحد من هذه من انتشار هذا الوباء هناك آبار ملوثة هناك قمامة منتشرة في جميع أزقة وشوارع محافظة تعز التي تصل إلى أكوام كبيرة جدا في الشوارع فما بالك اليوم هطلات الأمطار على تعز بحوالي ساعة ونص والقمامة منتشرة على جنبات الشوارع وفي الأزقة فهذا ينبئ الآن بكارثة أكبر مما نتوقع فنحن لدينا إمكانياتنا بسيطة جدا ولا نستطيع حتى الآن مواجهة العدد الكبير التي وصلنا إلى المستشفى مع العلم بأننا الآن افتتحنا مبنى جديد يعني بأسرة كبيرة جدا حوالي 50 سرير مع هذا لم نستطع مواجهة الحالات حتى الآن نحن الآن حتى كما قلت لك حتى الساعة الخامسة أكثر من 108 حالات التي وردت إلينا هناك لدينا أكثر من 70 حالة راغبة في مركز معالجة الإسهالة المائية فالمشكلة كما قلت لك سابقا هي معالجة الأسباب وليس النتائج نحن الآن نعالج النتائج ولكن نتغافل عن الأسباب نعم أشكرك جزيلا دكتور محمد مخارش نائب مدير المستشفى الجمهوري في تعز من السعودية لدينا اتصال أخ عبد العزيز أهلا بك عبد العزيز أهلا بك أخي سامي اهلا وسهلا بك تعليقك مشاركتك في الموضوع
الموضوع والله يحتاج إلى تدخل عاجل في المناطق وبالذات المناطق الريفية التي لا يوجد فيها وحدات صحية، لا يوجد فيها مراكز إيواء. مثلا بضرب لك مثال عن محافظة المحويت، في محافظة المحويت مديرية بني سعد، مديرية ملحان، هذه المديريات فيها الوباء انتشر بشكل فظيع. نحن نحتاج أن منظمات الصحة العالمية ومنظمات اليونسيف والمعنيين بالأمر هناك على أرض الواقع التدخل لإنقاذ الناس من هذا الوباء الكارثي. قبل التدخل محتاجين لدار العمل التثقيف الصحي التابعة لوزارة الصحة في الواقع أن تنزل وتوعي الناس، ومحتاجين تدخلات من المنظمات الإنسانية، المنظمات الخيرية اللي توعي الناس كاس انهم يوقوا انفسهم من الكوليرا التي انتشرت بشكل فظيع. الان هناك مناشدات، هناك استغاثات، هناك اتصالات نتلقاها، هناك رسائل توصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، انقذونا نحن نعاني نحن كذا، ولم نجد اي تدخل على ارض الواقع من المعنيين بالامر. طيب عبد العزيز، ما انك اشرت للمنطقه التي انت منها في المحويت، ما حجم الكارثه هناك فيما يخص انتشار الكوليرا؟ الآن الكوليرا هنا تنتشر بشكل فظيع، يعني يمكن نحن عدينا قبل حوالي 4 شهور أو 5 شهور حلقة في قناة بلقيس على هذا الموضوع، كان هناك يعني يعتبر بنسبة 60%، الآن تجاوزت 60% الانتشار هنا، تجاوز يمكن 80%. الناس يعني هناك مثلا قرية المداور، هذه القرية في مديرية ملحان، لا يوجد لديها طريق، لا يوجد لديها مرافق صحية، لا يوجد لها أي شيء، هناك انتشار للوباء بشكل فظيع. وهناك يعني تتكلم عن مدراء لإدارة الصحة بالمديرية أو مكتب الصحة بالمحافظة، انقذوا الناس، يرسلوا لك واحد شخص إلى هذه المنطقة يعمل لك تعقيم بالكوليرا ويعمل لك محلول ويعمل لك أي حاجة، بس ما في هناك تثقيف صحي، ما في هناك إعلام، ما في هناك توعية، ما في أي حاجة. إحنا نريد من مكتب الصحة ومنظمة اليونيسيف أن ينزلوا إلى مديرية ملحان لإنقاذ الناس من هذا الوباء ومن هذه الكارثة الإنسانية. أشكرك أخ عبد العزيز من السعودية. لدينا اتصال آخر، الأخ سليم السعدني. أهلا بك سليم. مرحبا أستاذ سليم، تعليقك مشاركتك حول الموضوع الذي خصصنا في هذه الحلقة لكارثة انتشار الكوليرا في عموم أو في معظم المحافظات اليمنية. للأسف الآن أصبح انتشار الكوليرا يمثل يعني من أكبر سبب للأزمة الإنسانية في اليمن. أول المحدد عنها هو الكوليرا الذي باتت تحصد أرواح الكثير من اليمنيين، يعني لم تعد تحصر في محافظة دون أخرى. اليوم عندما تتابع وضع الكوليرا في اليمن، يعني أغلب المحافظات باتت موبوءة، حتى أن هناك محافظة سواء كانت تحت سيطرة الشرعية كما هو في الجوف وفي مارب وفق بعض التصاريح الإعلامية الأخيرة، وكذلك المحافظة الواقعة تحت سلطة الميليشيا الحوثي، جميعها باتت موبوءة بالكوليرا. فإذا تحدثنا مثلا عن ريمة، هي إحدى المحافظات التي شهدت إصابات كثيرة، حوالي 33 حالة وفاة حتى الآن، وما يقارب 2280 حالة اشتباه في الكوليرا، خصوصا في مديريات قسمة والسلفية ومزهر. كل هذه الإصابات ولم تلقى استجابة من سواء من المنظمات الصحية العاملة في اليمن سواء دولية أو محلية، أو كذلك السلطات الصحية الواقعة تحت سلطة الميليشيا، أو حتى تحرك من قبل الشرعية لتوجيه إجاءات، يكون هناك تحرك لإنقاذ الناس في هذه المناطق. طيب سليم، أنت أشرت إلى محافظة ريمة والأرقام التي ذكرتها هي أرقام مفزعة، وأيضا الجهات الرسمية تتحدث عن أرقام كبيرة للانتشار، وربما ريمة من المحافظات التي تأتي في الصدارة من حيث انتشار كارثة الكوليرا. ما هو دور الجهات الرسمية في ريمة في عموم مديرياتها، وأيضا المنظمات المعنية، هل هناك أي دور لهم في مكافحة ومساعدة الناس؟ للأسف ريمة يعني هي تعاني من تهميش تدني الخدمات سواء في عهد النظام السابق أو حتى في الوقت الحالي. هناك غياب تام لمنظومة النظام الصحي وكذلك الخدمات التوعية وما إلى ذلك. هناك تدخل بسيط لكنه لا يكفي لمواجهة هذه الجائحة في ريمة. التدخل عبارة عن بعض اللقاحات أو بعض محلول الأروى وبعض يعني الإسعافات الأولية البسيطة. هناك صعوبة في نقل المرضى من ريمة إلى محافظة أخرى أو إلى مراكز صحية، نظراً لصعوبة الطرقات، نظراً لعدم توفر وسائل نقل من أماكن. أحيان يعني يتم نقل الأشخاص فوق يعني فوق الناس لعدم وجود طريق للسيارة. المنظمات الدولية حتى الآن للأسف ما زالت عملها مركزي،
لا توصل للمناطق النائية، وإن كانت ولكن بشكل بسيط ومحدود، مما يؤدي إلى تزايد حالة الإصابة وكذلك حالة الوفاة للأسف. أشكرك جزيلا أخ سليم السعداني، شكرا لك. اتصال آخر، معاذ المقطري من تعز، أهلا بك معاذ. حياك الله أستاذ سامي. معاذ أنت من التربة في تعز، لو في البداية تحدثنا عن هل هناك انتشار للكوليرا في المنطقة التي أنت متواجد فيها، وكيف هو الوضع الصحي بشكل عام؟ الوضع الصحي في محافظة تعز بشكل عام كارثي يعتبر معنى الكلمة. عدد الوفيات كانت إلى أمس الأربعاء 27 حالة وفيات، 413 حالة مؤكدة مخبريا، حالة اشتباه 6921، هذا عدد كارثي كبير يعتبر. لدينا ثلاثة مراكز في تعز، مركز مستشفى المسرى خليفي، مستشفى الجمهوري بتعز، مستشفى خليفة بالتربة التي تعالج هذه الإشكالات. الأصل في الكوليرا أنه إذا كان هناك حالة واحدة فتعالج حالة الطوارئ على طول، ما يحتاج تأجيل. أو الآن وصلنا إلى 29 حالة وفاة. الأسباب التي أدت إلى تبشي هذه المرض الجائحة في هذه السنة بشكل أكبر وأسرع، شحة المياه، عدم توفر مياه شرب آمنة لدى الأهالي والناس، تكدس مياه القمامة في الشوارع والأزقة، ما في استجابة سريعة من السلطة المحلية للقضاء وانحصار هذا المرض. طيب كيف تقيم دور الجهات الرسمية؟ الجهات الرسمية للأسف الشديد ليس هناك تحرك جدي في إنقاذ المحافظة ما فيه عليه. اليوم كان لدينا اجتماع مع السلطة المحلية، لقاء تنسيقي مع مكتب الصحة، مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. في فجوة كبيرة بين المنظمات المحلية والدولية وبين مكاتب الصحة والسلطة المحلية بشكل عام. السلطة المحلية لم تعمل بالدور الكافي لانحصار هذا المرض. لدينا مكتب اللي هو مؤسسة المياه لابد أن يكون يتحمل جزء من المسؤولية، صندوق النظافة يتحمل جزء من المسؤولية، مكتب الصحة كذلك يتحمل جزء من المسؤولية، والمجتمع كذلك. أشكرك جزيلا. طلبنا في الاجتماع السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتها في تفشي هذا الوباء. طيب شكرا جزيلا لك أخ معاذ. من ريما عبر الهاتف ينضم لنا الدكتور محمد الجرادي، أهلا بك دكتور محمد. مرحبا دكتور محمد، كمتابع ومهتم في الموضوع، لو تصف لنا حجم انتشار الكوليرا اليوم في ريما. والله هذه الكوليرا مرض يعني مزعج وتحول الى اصبح يعني يمثل كابوس. يعني اليوم الناس يعني مذعورين وخائفين في كثير من القرى بسبب انتشار هذا الوباء الخطير. يعني بسبب طبعا الظروف الطاقم التي يعني وصل إليها الناس، فالمرض يعني ينتقل بسرعة فائقة. يعني يظل غياب جهات أولى قد اتباع هذا المرض. طيب دكتور محمد، ماذا عن الإمكانيات في المراكز الصحية المتواجدة في المحافظة لمجابهة هذا الانتشار السريع للوباء؟ الإمكانيات غير موجودة تماماً. يعني تقول أن المراكز الصحية والخدمات الصحية منعدمة تماماً فيما يتعلق بالجانب الرسمي أو الجانب الخدماتي من الجهة الرسمية، مثل وزارة الصحة ومكاتبها، يعني معطل تماماً. ما فيش أي دور لهذه المراكز أو المراكز الصحية. طيب سؤال آخر دكتور محمد، ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهكم اليوم؟ الصعوبات هو عدم توفر الإمكانات التي يستطيع الكادر الطبي أن يعمل من خلالها. يعني تستطيع تقول إنه يعني الأدوية التي يعني الناس يعني
بحاجة إليها في المراكز الصحية في تقديم خدمات صحية للمواطنين غير موجودة وغير متوفرة، يعني غير يعني موجودة تماما. يعني قلنا الجهات المنظمات العاملة في المجال يعني ظاهرة صوتية لا أقل ولا أكثر. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الجرادي من ريمة. حول الموضوع أيضا نقرأ معكم بعض التعليقات من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ محمد يقول: تقسيم مؤسسات الدولة والصراع عليها بما فيها قطاع الصحة وقطاع النظافة بين الأحزاب وجعلها ساحة مواجهة أدى إلى فشل متكامل وانتشار للأمراض والأوبئة في المدينة. حال الصحة كحال أمن في تعز، أمراض منتشرة يقابلها مطلوبين وهاربين من العدالة. الأخ أحمد يقول: الإهمال الحكومي يبدو أكبر كما تتوقع ونتصور، لذلك تعودنا منها الصمت في مثل هذه الحالات، ربما لديها اهتمامات أخرى. الأخ محمد يقول: لوزارة الصحة بدون تحية انقذوا الحديدة، فوباء الكوليرا يكتسح جميع مديريات المحافظة. عبد الجبار يقول: ارتفاع حالات الوفاة بسبب الكوليرا في تعز إلى 28 حالة، فيما ارتفعت نسبة الإصابة إلى 331 حالة مؤكدة وأكثر من 6000 حالة مشتبه بها. الأخ جمال يقول: تخيل البلاد تموت بالكوليرا وهناك ناس من أصحاب نظرية المؤامرة يقولوا هذا تهويل، ما فيش كوليرا والموضوع عبارة عن استرزاق من المنظمات لأنهم يريدون نشحة فلوس في السينما. كانت هذه المشاركة الأخيرة. إذن وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الأسبوع القادم حلقة جديدة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج زميل عمر النهمي، في أمان الله.